بادرة توحي بقرب حدوث انفراجة في أزمة الإغلاق الجزئي للأنشطة الحكومية الأمريكية رغم دخولها الأسبوع الثاني على التوالي وقرب الموعد النهائي لتصويت الكونغرس على رفع سقف الدين. ويقول محللون إنه قد يكون هناك دعم كاف بمجلس النواب لتمرير قانون معدل للإنفاق. هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ أفاد 200 عضو ديمقراطي و22 جمهوريا بمجلس النواب بأنهم سيصوتون لصالح مشروع قانون يقضي بإعادة فتح الأنشطة الحكومية. ويتشبث كل من الديمقراطيين والجمهوريين بموقفيهما ويلقي كل طرف منهم باللائمة على الآخر. واتهم ريد رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر من أنه يخشى من أن يمرر هذا القانون ليكتشف الأمريكيون بعد ذلك أن البلاد ظلت رهينة لأزمة من دون سبب واضح. فيما رد بوينر بأن رفض الرئيس أوباما التفاوض يضر بالاقتصاد الأمريكي ويعرض البلاد للخطر. وفي سياق متصل حث الرئيس الأمريكي أمس الاثنين على وضع الخسارة الناجمة عن إغلاق الأنشطة الحكومية بالبلاد نصب الأعين، داعين الكونغرس إلى إعادة سير الحياة من جديد في الإدارات الحكومية المغلقة ورفع سقف الدين سريعا. على صعيد آخر، عاد نحو 350 ألف موظف مدني بالبنتاغون إلى عملهم بعد أن خضعوا لأجازة إجبارية إثر هذه الأزمة العالقة. وكان وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل قد استدعى العاملين المدنيين خلال عطلة نهاية الأسبوع بموجب قانون دفع رواتب العاملين بوزارة الدفاع في مثل هذه الظروف. ونجمت هذه الأزمة إثر خلاف محتدم بين جناحي الكونغرس من الديمقراطيين المسيطرين على مجلس الشيوخ والجمهوريين المهيمنين على مجلس النواب حول تمرير قانون طوارئ لتشغيل الأنشطة الحكومية، ما لم يقترن بتنازلات من الرئيس أوباما حول قانونه للرعاية الصحية. ويحاول الجمهوريون ممارسة ذات الضغوط قبل الموعد النهائي لرفع سقف الدين يوم 17 من أكتوبر الجاري. محمد الجبالي، رويترز.